اليوم سوف نتعلم حرف القاف. قاف وفوقه نقطتان، ويكتب هكذا في أول الكلمة، ويكتب هكذا في وسط الكلمة، ويكتب هكذا في آخر الكلمة. قاف وفوقه فتحة ويلفظ ق. قاف وفوقه ضمة ويلفظ ق. قاف وتحته كسرة ويلفظ ق. قاف وفوقه فتحة ق مثل قصر. قاف وفوقه ضمة ق مثل قبعة. قاف وتحته كسرة ق مثل قرد. لقد انتهينا يا أصدقائي. إذا أحببتم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.